الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية وأرسلتها إلى إدارة الفتوى والتشريع، وبانتظار موافقتهم على هذه اللائحة ليتم صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية. بس تطبيق القانون سيكون ب 22/5/2017. وأنا أحب أؤكد في هذا يعني المجال أن تم تطبيق أو تعديل التعرفة لكل القطاعات ما عدا القطاع السكني أو السكن الخاص للبيوت، مستثنى سيستمر حساب تعرفة السكن الخاص على الفلسين اللي هي المعمول فيها حاليا، لن تعدل لأن القانون استثنى القطاع السكني من تعديل التعرفة. أكدت وزارة الكهرباء والماء أن عدادات الكهرباء الذكية سوف تدخل الخدمة قريبا في مناطق الكويت المختلفة، وكشفت الوزارة أن الكويت تعد الأولى خليجيا في استخدام هذا النظام الذي يساهم مساهمة كبيرة في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. الكويت باتت أول دولة خليجية سوف تطبق نظام العدادات الذكية التي ستستخدم لقراءة عملية الاستهلاك ولمعرفة أي المناطق أكثر استهلاكاً. نعتبر الآن في المشروع المطروح من أول دول الخليج التي ستقوم بتطبيقه في دولة الكويت بالكامل، فهذا أيضاً يعني حمل الوزارة في أن تكون حريصة ودقيقة في اختيار أفضل الطرق وأفضل التقنيات للعدادات الذكية. العداد الذكي معناه تقدر تأخذ القراءة وانت في الوزارة، يعني من خلال غرفة للتحكم نستطيع أن نقرأ كل عداد في الكويت، نستطيع أن نتحكم في هذا العداد. من أهم مميزات نظام العدادات الذكية الجديدة أنه يعمل على تخفيض الأعباء عن الأحمال الكهربائية، بالإضافة إلى التعرف على خريطة المستقبل الاستهلاكية. نخفض يعني مثلا الأحمال الكهربائية اللي موجودة عليه، نقدر إذا في حالة المستهلك يعني كان عليه فواتير متراكمة نقدر أيضا نخفف يعني من الحمل الكهربائي اللي جاي عشان يبادر في تسديد ما عليه. فلها أدوات في عملية إدارة أيضا الأحمال الكهربائية، نستطيع معرفة والتنبؤ بالاستهلاك المستقبلي لإعداد دراسات وبناء المحطات في المستقبل. العدادات الذكية أثبتت نجاحها في عدة تجارب تم تطبيقها، فهي حل أمثل للقضاء على تأخير دفع الفواتير نهائيا. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.